السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من هنا من منزلي المتواضع. أحييكم ودردشة جديدة مع عبد الناصر زيدان. دردشة اليوم الأحد الموافق 9 من شهر يونيو 2024 الموافق 3 من ذي الحجة لسنة 1445. كل سنة وانتم طيبين. بصوا يا جماعة، احنا في العشرة الأوائل من ذي الحجة، ودي أفضل 10 أيام طلعت عليهم الشمس. فما فيش حد عاقل عنده استعداد يغضب ربنا على حساب حد في العشر الأوائل، وبنحاول قدر المستطاع نبعد عن المعاصي والذنوب في العشر الأوائل من ذي الحجة وعلى طول. ولكن في العشر الأوائل من ذي الحجة الواحد طول الوقت بيذكر نفسه أنه يستحي أن يغضب الله، يستحي أنه هو يغضب ربنا في العشر الأوائل. إحنا بشر والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي، وطول الوقت الواحد بيحلم إن هو يعيش بالنفس اللوامة، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها كلما ارتكب ذنبا أو ارتكب خطأ. عشان كده حبيت أبدأ بس بالتسامح، لأن الناس شايف قاعدة تقول لي بترجع تهاجم فلان وترجع تعتذر له، بيت كثير الاعتذار وكثير الأسف، حتى إنه فقد اعتذارك وأسفك معناه. طيب، ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقني وخلقك، والرسول اللي أحسن مني ومنك صلى الله عليه وسلم علمونا وتعلمنا من ديننا الحنيف إن النفس 3: نفس أمارة بالسوء ربنا يبعدنا عنها، ودي النفس الشريرة اللي دايما لما حد يسألك يقول لك أكتر عدو على الإنسان، أنت بتبغي تقول نفسه، لأن حتى هناك نفس تفوق الشيطان. فربنا يبعد عننا شر شياطين الإنس وأصحاب النفوس الشريرة والنفوس الأمارة بالسوء. نمرة 2 في الدرجات بتاعت النفس، النفس اللوامة، وذكرها الله عز وجل في القرآن إن بتلومك على طول، ودي دايما اللي يقول لك هي ضميرك صاحي، بتراجع نفسك قبل ما تنام، وبتنام وأنت في راحة نفسية لا تحمل سواد ولا ضغينة لأحد. فطول حياته ما كانش كثير الاعتذار وكثير التسامح ضعيف، ولا كان أمعه، ولا كان بني آدم بيعتذر ويتسامح حتى يفقد قيمة الاعتذار وقيمة التسامح الرقي اللي ربنا خلق بيهم الاعتذار والتسامح. حتى إن التسامح دي صفة من صفات الله لا يضعها إلا في نفس البني آدم القوي اللي بيبقى عارف بكرة في إيه، وعنده من الجرأة إنه دايما يعتذر ويتسامح عشان لما يلقى الله يحاول يصل قبل أن يلقاه إلى درجة النفس المطمئنة، ودي الدرجة الأولى في الرقي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا اللي بيخاطبها. فكل واحد فينا يتمنى أن يصل إلى النفس المطمئنة عشان يلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو بقلب سليم، إلا من لقى الله بقلب سليم. فأنا طبعا برد على هؤلاء بكل أدب وذوق واحترام، سأظل أعتذر وسأظل أتسامح مع كل خطأ، والله يعلم أنه من قوة، وإن أعطاني الله التسامح لن أبخل به على أحد، وإن مكنني من العمر أن أعتذر لمن أخطأت في حقه سواء كان في رأي أو سواء كان في موقف، سأعتذر دون تردد ودون تراجع ودون خوف ودون قلق
ودون أي ارتعاش يد وبكل قوة. لا يعنيني ما يكتبه هذا ولا يكتبه ذاك، وأحترم أي نقد، ولكن لا أحترم لا الشتمين ولا السبابين ولا الأفقين، ولا يعنيني رأيهم. ده في ناس بتتهمك بالنفاق وتتهمك بالكذب وتتهمك باتهامات فظيعة هي من الكبائر تلقي بصاحبها في نار جهنم. معلش يمكن أنا بتكلم بصيغة شرعية ودينية شوية عشان إحنا في العشر الأوائل. أنت دخلت جوه نفس البني آدم ده اللي أنت بتتهمه؟ ألا شققت عن قلبه يا راجل؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات جاءوا والصحابي بيقول له يا رسول الله لقد قتل الصحابي فلان الفلاني كافرا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرد الصحابي وقال له يا رسول الله لقد قالها لينقذ بها نفسه مني، يعني لما لقيني حطيت السيف على رقبته قال أشهد الله لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. فرد علي رسول الله قائلا ألا شققت عن قلبه؟ إيه عظمة الدين ده؟ إيه عظمة الرسول ده؟ إيه الرقي ده في المعاملة؟ لكن إحنا شغالين نفتش في القلوب ونفتش في الضمائر ونفتش في النفوس، وأصبحنا بنطلع أقذر ما فينا. والله العظيم بقينا بنطلع أقذر ما فينا. مساء الفل على أكاونت الأهلي حياة. بنطلع أقذر ما فينا وأسوأ ما فينا. لا في واعظ دين يرى الناس بتطلع من الصلاة تمسك الموبايل تشتم الناس في التعليقات أو تعمل بوست يتريق ولا يشتم على حد. فلا يعنيني بس حبيت أرد، سأظل كثير الاعتذار وكثير التسامح غصبا عن أي حد. لأن ده بمناسبة إيه؟ حلقة المشهد اللي أنا عملتها مع لطفي الزعبي النهاردة فيها كثير من الأخبار طالعة ترند والناس بتدور عليها وعلى التيك توك متداولة بشكل قوي جدا جدا. وعلى فكرة بالمناسبة وأول مرة أقول الكلام ده، الحلقة دي مش عجباني بالمرة، وأنا شايف إنها من أسوأ الحلقات اللي أنا عملتها، وكل إجابة قلتها أجبرت عليها، ولولا أن علاقتي بالإعلام الكبير لطفي الزعبي الإعلام الرياضي الأردني العظيم الكبير القدير لطفي الزعبي تمتد من سنة 97 وتضرب بجذورها في عشرات السنين، واخد بال حضرتك، أنا لكنت قمت مشيت لإما تجاوزت في حقه، لأن الأسئلة كانت كلها تمس الاسم والكرامة، ولكن الحمد لله كان عندي من الثقة ان كل الناس بتكلمني على الحلقة وتثني عليها، والناس اللي استغلت مقاطع الحلقة بشكل سيء عشان الشتم وعشان تسئلي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رديني الاعتبار، لان التعليقات وردود افعال الناس السلبية انقلبت الى ايجابية بعد ما الحلقة مشاهدتها ارتفعت، خصوصا مقاطعها اللي تعدت آلاف آلاف المشاهدات. فالدولة هيفضل يصيدوا في الماء العكر وحاقدين ونقمين ومتخلفين، ولا يشرفني ان انا ارد عليهم لا من قريب ولا من بعيد خالص نهائيا. ورغم ان انا متضايق من الحلقة، ولكن طول حياتي ما بزعلش من حاجة عملتها، وانا سعيد ان انا ابقى في حوار قدام لطفي الزعبي، وسعيد ان انا التقيه والتقي الاعلام القدير اللبناني الكبير الاخ المحترم الاستاذ توني خليفه. فلست نادما على كلام انا قلته، ولكن ما كنتش اتمنى ان انا اتحط في مواجهه جبت منين فلوس وعملت ده منين وعملت ده منين، ويمكن انا ما عبرتش لا عن زعلي ولا غضبي من الحلقه ولا من البرنامج، والأول مرة أتكلم فيها بالشكل ده. ولكن ناس كتيرة بعتت لي النهاردة مقاطع كتير جدا، زملاء إعلاميين وناس متابعين وفانز من الناس اللي بيتابعوني، وده شرف ليا. فقلت لهم عرض النهاردة باختصار إن أنا سعيد إن أنا أكون في حواري مع لطفي الزعبي وأقول قدام لطفي الزعبي،
ودائم وابدا لطف المساند لي على مدار التاريخ، ولا يمكن ان انا اقول نادم ان انا اقعد قدامه، ولكن نادم ان الحوار خد الخط ده ومتضايق من ده وزعلان منه. ولكن في الاخير الحمد لله الناس حست بالشفافيه. ايوه، اذا كانت قسوه لطفي انا قابلتها بلين وحب وترحاب وثقه في الله اولا ثم في نفسي وفي كل الاجابات، وده اللي خلى الناس بتثني على المقاطع اللي منتشره جدا جدا خصوصا على التيك توك. الا انني في الاخير اتمنى من حضراتكم انكم تشوفوا الحلقه كامله، لان مهما كانت المقاطع لا يمكن ابدا ان تعبر عن الحلقه كامله. هي 50 دقيقه هتلاقوها في التعليقات، يعني رابط الحلقه كامل هتلاقوه في التعليقات. اتمنى انكم تشوفوا الحلقه كامله وحضراتكم تعرفوا ان الحلقه كامله مختلفه عن المقاطع. وقبل ما حد يسيء او يمدح يتفرج على الحلقه كامله ويحكم بنفسه، لان من رابع المستحيلات انك انت تاخد جزء على مزاجك وتروح تعمل عليه بوست مؤامره او تعمل عليه شيء مدفوع علشان خاطر تنال من حد او تدخل في نفسه، او يعني لما يجي واحد تافه يكتب لك بوست يقول لك ايه هو ابوك كان مليونير. يا لا يا متخلف، يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده. الله هو الغني الحميد، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله ببعيد. والايام بتلف، النهارده انت معاك فلوس بكره ما معكش، ما هي الا وسيله للحياه، ولا تكون الفلوس ابدا غايه. فسيبك من الكلام ده وسيبك من اللف والدوران. يعني اتمنى ان حضراتكم تشوفوا الحلقه كامله، والرابط موجود في التعليقات، وانا متقبل كل النقد اللي فيها، ولكن برفض اي سب وشتم، لان كل اناء ينضح بما فيه، والسب والشتم لا ياتي الا من الناس الرخيصه الغير محترمه. كمان واحنا بنتكلم عن القوه والتسامح والثقه في النفس في الردود، قبل ما ارد على اسئله حضراتكم في دردشه الليله، الناس اللي عامله حرب شرسه عليا وقاعده تقول لك خدام مرتضى منصور، وقاعده تقول لك بيجيب هزاز الرؤوس، وقاعد يستضيف الزملكاويه اللي كانوا في قناه الزمالك واطردوا. اولا عايز اقول لحضرتك على حاجه، استاذ ابراهيم سلطان مساء الفل يا هيما، عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان نوصل واحنا في العشر الاوائل من ذي الحجه انك انت تبقى رافض قبول الاخر، ده تخلف وحماقه منك. يعني يا اخي احب صوت الى الله صوت عبد تائب عاد الى الله بعد ذنب وجرم وقال يا رب. ربنا سبحانه وتعالى لا يغلق بابه ابدا في وجه احد. الناس تغلق الابواب في وجه بعضها، دي حقيقه. يعني لما تروح تخبط على باب واحد يقفل في وشك الباب، الا باب الله لا يغلق ابدا، دي حاجه. فربنا علمنا ان ما فيش حاجه اسمها عدم قبول للاخر. الحاجه الثانيه دول ما اذنبوش اكل يتوب وحضرتك ما تقبلهمش، لا دول اعلاميين محترمين. تعال بقى نرد على حاجه. الاستاذ ايهاب الفولي بحكم السن، ايهاب الفولي بيغطي النادي الاهلي من 7 ل 18 سنين في العصر الذهبي للمصر اليوم. علاقته بالاهلاويه من اقوى ما يكون. راجل محترف، تعاقد مع قناه الزمالك فاصبح ولاؤه للمكان اللي هو فيه. النهارده الكابتن عدل القيحي بجلاله قدره بيقول له ميدو انا اصطدمت لما تعاقدت مع امام عاشور. قال له ليس ذنبي ان امام كانت في بيئه تسمح بالتجاوز، ولكن حاسبني منذ ان جاء الي وطبق مبادئه على مبادئي على نفسه، حاسبني لما جه بيتي. ولذلك فتره الاستاذ ايهاب الفولي انا بتكلم عليه في الاهلي كان يحاسب على عمله في الاهلي من خلال المصري اليوم. لما راح الزمالك كان يحاسب على عمله من خلال الزمالك. الراجل كان مخلصا طوال 10 سنين اشتغلهم في الاهلي او اقل او يزيد، وكان مخلصا عندما كان في الزمالك.
تختلف معاه تتفق معاه، له مريدينه من الأهلوية لما كان في الأهلي، وكان لي أعداءه من الزمالك، وأنا تعمدت تبدأ بده بالذات، ولما راح الزمالك له محبي من الزمالك وله أعداء من الأهلي. أنت بتعتبر أسلوبه حاد تجاوز عمل ده يخصلك، ولكن مفيش قضية رفعت عليه سب وقذف من بني آدم. أراءه حادة كانت في الزمالك، طب ما كان في الأهلي أراءه حادة في الأهلي. لما جه انتقل إلى قناة الشمس وأصبح محلل معانا، قمة في الاحتراف والاحترام، حلقاته معانا ليس فيها تجاوز. أنا كعبد الناصر زيدان كاسم كبير قدامي إيهاب الفولي، أنا مالي ومال شغله في الأهلي ومالي ومال شغله في الزمالك، لكن حضرتك حاسبني مردود الأستاذ إيهاب الفولي معايا إيه؟ مش علشان أنا مسؤول منه، لا، هو أكبر من أي حد. سياسة البرنامج اللي هي من سياسة القناة اللي هي بتطبق المعايير والأكواد ومساق العمل الإعلامي، هات لي في حلقات الأستاذ إيهاب الفولي كلمة تجاوز فيها في أحد، بيتكلم عن الأهلي زي ما بيتكلم عن الزمالك، زي ما بيتكلم عن المنتخب، زي ما بيتكلم عن اتحاد الكورة، زي ما بيتكلم عن الإسماعيلي، زي كل الأندية. حضرتك هات الحلقات، لكن كون حضرتك انك انت مش قابل إيهاب الفولي اصلا، انت تروح تتعالج عند دكتور نفساني، فانت مريض نفسيا لانك انت غير متقبل للاخر، واللي غير متقبل للاخر اما حاقد او مريض او متخلف او محتاج يلحق نفسه ويتعالج نفسيا. عدم قبول الاخر دي كارثة يا اخي، الانسانية بتنهي عن الرفض للاخر. عارف يعني ايه الانسانية؟ يعني لابد حتى ان تتقبل اللي ملوش منه ولا دين، لان ربنا سبحانه وتعالى حسم الامور، جعل الانسانية مبنية على التعارف. عدم تقبلك لإيهاب الفولي تسأل عليه انت، لانك انت المريض نفسيا قبل ما تسأل ليه انا جايب إيهاب الفولي، واخد بال حضرتك؟ لكن اذا كنت عايز تحاسبني، خد من كلام عدل القيع اللي هو عمك وعمي في المهنة، لانه صاحب افضل عليا واتشرف انه يكون عدل القيع عمي، وشوف رده في موضوع امام عاشور، قال لك حاسبه منذ ان جاء عندي، ولا هي المبادئ تفصيل تطبق على ناس فانت تقبلها على مزاجك، وما تطبقش على ناس فانت تقبلها على مزاجك. تعال بقى للاستاذ محمد الشرقاوي. استاذ محمد الشرقاوي كراجل رأس القسم الرياضي في المصري اليوم، وكمدير تحرير للمصري اليوم، وكمستشار تحرير للمصري اليوم، وكعضو لنقابة الصحفيين زيه زي الأستاذ إيهاب الفولي، واسم كبير. أنا تعرفت على محمد الشرقاوي في سنة 2008، وكان محمد الشرقاوي بيغطي كذا مكان، اتحاد الكورة والمنتخبات والأهلي ثم الزمالك، من أكثر الناس وضوحاً، ومن أكثر الناس قوة، ومن أكثر الناس احتراماً. بالعكس، مع الشرقاوي لاني علاقتي بيه ممتدة من 2008، طول الوقت بعتبره أخويا، أصغر مني في السن ولكن كبير القيمة والمقام. أنت مش متقبله ليه؟ يعني أنت مش متقبل الشرقاوي ليه؟ اسأل نفسك، ما تجيش اسألني أنا تقول لي جايب ليه دول؟ دول مين؟ لا، دول إعلاميين وصحفيين كبار في دولة محترمة وأعضاء نقابة صحفيين، واخد بال حضرتك؟ وفي أماكن كبيرة. وعلى فكرة محمد الشرقاوي قبل ما يطلع معايا في الشمس مش أنا اللي طلعته، بالعكس أنا أشرف إنه بقي معايا، لكن قبل ما يطلع معايا بيطلع في قنوات كتير، كان بيطلع في تن، وكان بيطلع في النيل للرياضة، وأماكن كتير جدا. جاي معايا انا وتهاجمني على كان بجيب محمد الشرقاوي، وبعد كده الموضوع ما مبطلش، كل اسبوع سب في الناس، كل اسبوع تجاوز في الناس، ليه؟ عمل لك انت عندك مشكله انك انت غير متقبل للاخر، وانا عارف اعني وهفضل اقولها على طول، فلازم تعرف انك انت مريض. ليس ده دفاعا عن ناديك، ما تقول لي كابتن شتم الكابتن محمود الخطيب، اصل مش عارف مين، الكابتن محمود الخطيب نفسه
لو قابل الناس دي هيسلم عليها. وانا عارف بقول لك ايه، لان الخطيب متسامح مك زيك، انت عايش مع نفسك وتقعد تقول لي دول ناس منافقين. منافقين ليه؟ انت ما تعرفت حاجه عن الاحتراف في الاعلام. النهارده انا لو في قناه الاهلي عشان كده طول الوقت برفض اشتغل في قنوات الانديه. انا كعبد الناصر لاني لازم التزم بسياسه الانديه، فانا عارف اني لما اسيب قناه نادي واروح لنادي تاني الناس هتقول لك منافق افاق غير رايه. المهنه دي مبنيه على مقتضيات الاحوال، اللي بيتكلم ده مش دارس يا بكا، احنا دارسين لابعد مدى في علم البلاغه اللي هو جزء من المهنه صحافه واعلام، وكما درسنا في كليه الاعلام مقتضيات الاحوال تعني التغير فدوام الحال من المحال. ما ينفعك انا ابقى في قناه الاهلي شغال وهاجم الزمالك، وما ينفعك ابقى في قناه الزمالك وهاجم الاهلي، وما ينفعك ابقى في قناه الاهلي ولا يكون ولائي الاول للكابتن محمود الخطيب. قبل ما اكون شغال ومحترف ابقى واطي ونكار جميل. فولائي المطلق للي بيديني المرتب وبيقبضني اخر الشهر، مضيت عقدي على كده. ما اسمهاش قبيض، اسمها محترف. وده في كل العالم. لما اروح قناه الزمالك والاقي الرئيس النادي ومجلس الاداره ونادي الزمالك، هم جابوني كنت في الاهلي اسالهم هم، الاهلي جابني وكنت في الزمالك اساله هو. لكن لولا ان انا كفاءه ما كانش ده جابني ولا ده جابني. تعالى بقى للاستاذ مصطفى جويلي، عشان انا جايبه لك مين مصطفى جويلي. مصطفى جويلي اخونا الكبير كلنا، ومصطفى جويلي مدير تحرير الوفد. ومصطفى جويلي حضرتك شغال في الزمالك 40 سنة، اشتغل مع كل الناس. اعد لك كمال درويش، وبعد كده ميت لجنة، وبعد كده ممدوح بيه عباس، وبعد كده مرتضى بيه منصور، وبعد كده كل الناس. الراجل حتى لما بيمشي من النادي اذا كان مجلس مش عايزه بيتقبل باحترام، لكن زي ما هو في الوفد بقيمته وقامته عضو نقابه صحفيين، واما كان صحفيا في الوفد ثم وصل الى رئيس القسم الرياضي ثم الان مدير تحرير الوفد، ومن افضل الكتاب اللي بيكتبوا في مصر. انت عايز منه كان رئيس المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك، واشتغل مع كل رؤساء الانديه. ماليش دعوة أنا رئيس نادي جاب مين، ولا مجلس إدارة مشى مين، دي مش شغلانتي. ولكن ده في علم الإعلام ناس محترفة، ولولا أنها كفاءة، يعني لولا مصطفى جويلي ده راجل كفء جدا ما كانش يتعاقد مع مجلس الإدارة ده ومجلس الإدارة ده ومجلس الإدارة ده. جه مجلس إدارة حسين لبيب شاف إن هو ما ينفعش، هو الراجل نفسه قال لك أنا متقبل ده، مش ما ينفعش كصحفي، ما ينفعش معاهم. وجاب ناس، هل حد يقدر يقول ما يجيبوش ناسهم؟ ما يجيبوا ناسهم. ولو مشوا الناس دول اللي معاهم هيمشوا، هي دي سنة الحياة والمهنة مبنية على كده. في ناس زي حالاتي ما بترضيش تشتغل في الأندية خالص حتى لا تكون في هذا المأزق إذا اعتبرناه مأزق. وفي ناس بتشتغل ده ومش عيب واحتراف. دول التلاتة اللي ثابتين معايا. وبجيب على فترات الأستاذ منتصر الرفاعي، ده راجل يعني في مؤسسة أخبار اليوم، وعضو نقابة صحفيين، وعضو المكتب التنفيذي في رابطة النقاد الرياضيين، وزميل عزيز وأخويا الصغير. والنهاردة عشان تعرف إن منتصر الرفاعي محترم ومحترف، النهاردة هو رئيس المركز الإعلامي في نادي الشمس. لولا انه كفاءة ما كانش جابه الدكتور اسامة ابو زيد رئيس نادي الشمس التاريخي اللي عامل انقلاب عظيم في الانجازات في نادي الشمس، وكمان رئيس تحرير اخبار الرياضة وعضو مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم، ورئيس لجنة ضبط الاداء الاعلامي بالمجلس الاعلى للاعلام. يعني ناس بتحسن الاختيار. ولولا منتصر الرفاعي كفاءة ما جه ولا اشتغل في نادي الشمس. لكن طول الوقت هم الأربعة، وأضيف عليهم الأخ المحترم والإعلامي المحترم القدير أخونا كريم أبو حسين. أنت مش قابل كريم أبو حسين، لكن كريم أبو حسين أكتر حد يشتغل في النادي الأهلي. ده كريم أبو حسين كان شغال في النادي الأهلي وشغال في نادي الزمالك، دليل على إنه راجل كفاءة
وهنا واثقين من قدراته وهنا واثقين من قدراته. واكتر حد اشتغل في قنوات عربية فهو رجل متميز، ولولا متميز ما كانش حد جابه، ما فيش حد بيجامل حد. صدقني وانت بتتكلم عن الناس دي وبتتهمهم اي اتهام انت ظالم وغير متقبل للاخر ولا تعرف شيء عن النسيان، لان السواد اللي جواك مخليك مش عارف تنسى الماضي اللي الناس نسيته كلها. اضف الى هذا وزاد ده على المستوى المهني، واخد بالك؟ انت يقولك بلاش تبرر، ابرر ايه يا عم؟ روح بستين داهية، دي اكبر من ان انا برر لها، دي ناس جذبها ناس كتير. على المستوى الانساني والشخصي اكتر الناس اللي وقفت معاهم في حياتي باعوني في ازماتي ودول لا، ده على المستوى الشخصي. والناس مواقف والناس معادن، وانا راجل لا يمكن ان انا انكر جميل حد ولا اذكر من يقف جنبي الا بالخير والمعروف. واللي انا ذكرتهم لك دول في الفترة الاخيرة من اكتر الناس مساندة ليا في المحاكم وبره المحاكم من غير من قبل ما يطلعوا معايا بشهور. انا اتشرف ان انا اقعد جنبيهم، لان رب الرسول قال لك الدين كله جمعه في كلمتين، الدين المعاملة. هتقول لي اتشتمت قدامهم وما كانوش بيردوا، وفيهم اللي شتمك يا اخي مسامح، ما انا شتمتهم وسامحوني. فياريت نقفل الصفحة دي ونتقي الله قبل ما تقول منافقين وتقول لي سبحان الله واتغيرت، اتغيرت للأحسن مش للأسوأ. ضميري مستريح، بنام وانا مرتاح، بصوم العشر الأوائل وانا ماليك في قلبي سواد لحد، لان ده اهم من الصيام. بصلي وانا مسامح الكل زي ما ربنا سخر لي اللي يسامحني، فانا سعيد. اتغيرت للاحسن مثل الاسوأ في نظرك. بتقول لي اتغيرت وكرهناك وبلغي المتابعه والغي مش عارف ايه، لان ما يشرفنيش ان اللي يتابعني يبقى اسود وحاقد عشان الكوره. وربنا سبحانه وتعالى باذن الله هيجمع الكل امامه يوم تجتمع الخصوم ويوريني الكره هتنفعك بايه. يا راجل انت صاحب القضيه سامح، ربنا صاحب القضية الأولى سامح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مسلمين وكفار وكله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل واحد لي وعليه، من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. أنت مش عايز تسامح ومش عايز تتسامح وطول الوقت حاقد وناقم، لا، أنت بتمسك سيف تذبح بيه الناس. وانا عندي من الجرأة اقول لك كده لو السوشيال كله هيتقلب عليا. مش بصفحتك بتعذب ناس وتدخل ناس الجنة، مش من خلال صفحتك بتحاسب وتفتك في القلوب، لا يا حبيبي، اللي بيحاسب رب العباد. انت ما تعرفش الناس دي عند ربنا ايه، وانا ما اعرفش انت عند ربنا ايه. ولا تزر وازرة وزر اخرى، ودع الامور لمالكها. ولكن تفضل طول الوقت عايز تعذب ناس على موقف، ليه يا عم؟ ايه الجبروت اللي انت فيه ده يا عم؟ خلاص هتحكم على الاعدام على الناس، ربنا يبعت اللي يعمل فيك اللي بتعمله في الناس. والله العظيم ان لم تعاملوا الناس بالحسنى وتتسامحوا لا تقبل منكم صلاه ولا عباده. لان الصلاه والعباده لله، حتى ربنا بيغفر في حقه ولا يغفر في حق العباد. فخلي بالك لا ادافع عنهم لانهم هم اكبر من ان انا ادافع عنهم. رضيت بالكلام ده او لم ترضى؟ بس حبيت ارد عشان انهي الجدل، لان الكلام كتير. قطعناك عشانهم، ما بنتفرجش عشانهم. يا اخي ربنا اللي بيرزق وربنا اللي بيبعت المشاهدة. الحمد لله البرنامج مشاهدته بالملايين بحضراتكم وبغيركم، لا أسيء لأحد، كلكم فوق دماغي وجزامكم فوق دماغي. ولكن أنا حزين مفهوم عدم تقبل الآخر. يا راجل انت حتى عبد الشافي صادق الإعلام القدير، الأستاذ عبد الشافي صادق مدير تحرير الأهرام الرياضي،
مدير التحرير واحد القليلين اعضاء المكتب الاعلامي في الاتحاد الدولي. انت مش قابله على الرغم ان هو ساب قناه الزمالك من زمان وبيطلع ضيف سابها كشغل. انت مش قابله. المدير كان معانا انت مش قابله. طب اعمل لك ايه؟ يعني اقضي على الزمالك، اضرب الزملكاويه بالنار في البلد؟ اجيب لك زملكاويه منين؟ اجيب لك زملكاويه منين؟ لهم اراءهم يا اخي، هم حرين. انا مختلف معاهم كلهم ولكن ما اقدرش الغيهم من الوجود. كل واحد حر في رايه وكل واحد يقول اللي هو عايزه. يعني ما استفزني كمان الحمله اللي معموله على الاستاذ عبد الشافي صادق. انت مش متقبل الناس ليه؟ ليه انت مش متقبل الناس يا استاذ سيد هندام؟ قول لهم الدنيا اتبنت على الاختلاف، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلعه. ما كل البرامج بتجيب ناس زي كده وارائهم حاده واشد من كده. اشمعنى الحملة عليا؟ انت عارف يا اخي الناس دي عملت معايا ايه؟ انا مش عايز اتكلم في الماضي ده تاني. مئات السنين من السجن، الاف المبالغ من الغرامات، وكنا نظن ان احنا معانا اصحاب بجد، طلعوا اعين من المعيلة وليسوا جزمة قديمة، واللي كنا بنعاملهم كاعداء في المواقف أرجل منهم مليار مرة. تنتا لو أنا شتمتك ولا أسعت لك ما كنتش هترضى تتسمع عن قضية، فما بالك من مرتضى منصور اللي شال كل القضايا دي. مستكتر على واحد يقول له شكرا، مستكتر على واحد يصل له الجميل. ليه؟ إيه الوطيان اللي إحنا فيه ده؟ إيه قلة القيمة اللي إحنا فيها دي؟ ولكن الحمد لله عندي من الجرأة أن أواجه وأصلي وسأظل أواجه إلى أن أموت.